لماذا الإيمان بالله؟ الإيمان بالله له أثران. الأثر الأول أثر نفسي تكويني في داخل نفسك الأصل، هذا أثر. من حاجة بهذا الشيء موضوع ثالث، ولعل بعضكم قارين ولعل بعضكم مقارين، وهذا شيء مشهور في العلم، وهو أن الإنسان المؤمن، الإنسان المنافق، الإنسان الكافر، الإنسان السيء النية، الإنسان الحسن النية، أمواج قلبه يؤثر في المجتمع. هذا شيء كان معروفا من القديم، ثم اكتشف علميا هذا الشيء. يعني افرض على أنه أنت رجل مؤمن صالح تحب الإصلاح، وأنت في مجتمع 10 20 15، رحت إلى كشتة، رحت إلى بحر، رحت إلى زيارة، رحت إلى سياحة، حيث إنك إنسان مؤمن صالح، أمواج قلبك يؤثر في هؤلاء صلاحا. حديثين أكو في هذا الموضوع، فاكتشف في العلم هذا الشيء أيضا. الحديث الأول يقول إنه الرسول أثر قبل تبليغه، أثر في العالم حتى أن قسما من الحكام أصبحوا عادلين ببركة الرسول قبل أن يبلغ. في بادية أمواج رسول الله قوية، أمواج روحه، هذه الأمواج أثرت في الكون، بعده لا يبلغ أبدا. الحديث الثاني يقول لما كان ينزل الوحي على رسول الله، هؤلاء الجالسين حول رسول الله كلهم آيات القرآن تنقش في قلوبهم، أصلا الرسول ما تكلم أبدا وإنما نزل عليه الوحي. ولذا أحيانا الرسول كان يقول بعض الآية والكسب يتممون الآية، لأنه أشفق في قلوبهم أيضا، من قلب رسول الله أشفق إلى قلوبهم. فأنت إنسان صالح ما تتكلم، لا ما تخطب، يؤثر صلاحك في عائلتك. ما أقول هذا بالمية مية، لا مثل الدواء كل مريض يشفى له. إذن أسباب، إذن مقتضيات على الإصلاح الفلسفي. هذا الفائدة الأولى للإيمان وضدها للكفر، الفائدة الأولى للطاعة وضدها للمعصية.